مش نفسك تتجوز اشطار؟ انا بقى حزفك عليها قدامي. بلاش اللي يضحك على ابو شامة يا كلب. اسمع يا ابو شامه، دم الوش مش هيروح حضر المره دي، هتدفع الطاقه 10. موافق موافق، بس اسمعي يا قشطه، انا عارف ان انا ظلمتكم، لكن حصلها غلطتي يا قشطه، حصلها غلطتي. بس انا عايز اقول لك حاجه، الهام امها حالتها صعبه قوي وبتموت، يعني خلصك انها تموت. يعني موافق، اي غدر تاني هتكون حياه الهام التمن. لا لا لا، انا مستعد على كل حاجه، مستعد دلوقتي انزل ونتقابل عند خالي المحامي واكتب لكم التنازل وادفع التعويض اللي انتوا عايزينه. ماشي، بعد ساعه هكون في مكتب الاستاذ المحامي. والله والله يا خالد، الواحد بيعيش ويتعلم ويتكلم من لا يخطئ. انت متاكد ان قشطه جايه دلوقتي؟ اه طبعا. يظهر يا خالد انه ملعوب جديد منهم، انا قلبي مش مطمن، معرفش ليه. على كل حال انا هروح، لحسن ام الهام تعبانه قوي، واذا جد اي حاجه كلمني كلمني وانا اجيلك في لمح البصر. رأيك تكون الضيافة هنا عجبتك؟ ها؟ ودماغك الناشفة دي كلانت قبل ما نكسرها لك، أم عقل مخروم، ده أنا رجلي ممدودة في كل شبر في البلد.
ان شاء الله حتى الشبر اللي حتويكي فيه انت والصرصار بتاعك. انت فاهمه انك انتوا لعبتوا عليا؟ ده لسه ما دخلاش اللي يلعب على ابو شامه. احنا ما ضحكناش على حد، احنا مش عايزين غير حقنا وبس. قال هو حق اللي بتتكلموا عنه ده؟ طب واللي عملتوه ده يرضي مين؟ ها؟ يرضي اللي لهم حق، وما يرضيش اللي عايزين ياكلوه. الارض دي احنا اتولدنا فيها وحنموت فيها. ماشي، وانا حدفنك فيها. هي كلمه واحده هتطلعي معانا دلوقتي توريني مكان الهام. خدني معاك وانا ميتة. تتحديني يا بنت؟ ده اللي يشطر على مرة يبقى مرة. تو تو قول يا قشطة، كل ده تليفون؟ ايه اللي غايب حجته معاه؟ 100% يكون ابو شامة طالع، وانا لا يمكن اقعد اولول زي نسوان كده. هتعمل ايه؟ هنزل الجبل. وانت ما تخافيش، معلش هعمل معاك ده. استنى بس. لا استنى ايه؟ كلوا طعم. أرد على الفلوس دي؟ لا لا لا، سيبه يرن شوية. أيوه يا أخ مسعد. قشطة. لا لا اطمن. دهناها عسل وهتبقى عشوة حلوة للديابة والكلاب السعرانة. يعني إيه؟ مش خايف على بنتك؟ أنا كمان هنقطعوها ونرميها للقطط. خلاص نبقى نتفاهم. أيوه وخليك معاها حلو. أنا اسم القشاط أبو صابع ده. أيوه أنا تحت أمرك. أيوه. نعرفوها. أيوه نعرفوها. وبعد ساعة واحدة تكون معاك إلهام. تسلمني وتستلم. وأي ملعوب كده ولا كده يا مسعد، الدبان الأزرق مش هيعرف طريق قشطة. فاهم؟ خلاص اتفقنا. اعمل معروف، رد عليا. عاوز ايه؟ خلاص مش قادره، حاسه ان قلبي هيقف. وانا اعمل لك ايه؟ دي اوامر البيت، خلص نفسك معاه. حاضر، هعمل كل اللي تقول عليه. والنبي انت باين عليك راجل شهم وقلبك طيب. راجل وشهم صح، لكن برضك مرضاش اعمل حاجه. طب تعالى دقيقة واحدة بس عشان اتسند عليك، استريح شوية. كيف يعني؟ طب قرب عندي بس. تم جميلك بقى وسندني عشان جسمي يستريح. ويا ويا وده اللي ما كانش على البال، جيت تسيح تولع. خدوا بالكم كويس وفتحوا عينيكم. الواد ده والعباد لو لعب بديله وحاول يهرب اقتلوه. نقتله ازاي؟ طب افرض الهام ما كانتش معاه. ولا يهمك، النتايه بتاعته في ايدي. المهم انا مش عايز يحس بيكوا، كل واحد ياخد مكانه. يلا. حاضر يا بيه.
وتوصف ابو شامر. انما قول لي انت اسمك ايه؟ انا اسمي ظلمي. يا حومتي الطعمه دي كلها واسمك ظلمي؟ اصلاني شغلتي هي اجلب اي نور لظلمي. لا 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 انا هسميك نور. نور العيون يا شغلني. ده اللي ما كنتش عايش انا. اللي منعك ما تعيش؟ دي الحياة حلوة، طعمتك دي كلها وحلاوتك دي كلها ورجولتك دي كلها تدفنها مع ابو شامة. لا 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 لا، ده انا عايزة ابقى صيحة، عايزة وانون. توانوني؟ انت ليه كيف الوانون يا قشطة؟ امال ايه، ده انا واحدة صاحبة مزاج. وانا حارس الوان وانا هنا دقيقة ورجع لك مستنياك. اهدى، معقول هنشرب شاي مع منكر؟ ما هو ده مش شاي خالص، ده شاي جتته متلبشه ومتغمسه ومتطعمه ومزجه يا صاحبه المزاج والونوانه. طب حازم الشاي بيغلي وحيفور، جتتي هي اللي بتغلي يا قشطه. طب قول لي الاول ايه اللي انت حاطه في الشاي ده؟ واللي خلقك عمري ما عملتها مع مخلوق، انما انت شقلبت الكيان، واللي في الشاي ده حاجه من كنوز الملك ابو شامه ملك المزاج. ايه هو ابو شامه له هنا كنوز؟ كنوز المزاج هنا يا مزاج انت. حلاوتك انا حبيتك يا نور، بس ابو شامه ده طمعان فيا، وانا بقى بصراحه مش طايقاه. انا عايزه راجل، راجل يحميني زيك. ابو شامه ده ايه؟ ده مهما كان كبير ممكن روحه تبقى في ايد واحد زيي. ازاي؟ قول لي يا نور، قول لي يا نور العين، قول لحبيبتك قشطه. العزبه دي فيها 40 فتان، فيهم 3 فدادين مزروعين خشخاش. يعني يعني مخدرات خام بتجيب له ملايين الجنيهات. خدي. آه.
احنا يا رجالة شغلتنا ينفع فيها الغلط؟ لا يا بيه. وضلمة غلط مش كده يا ضلمة؟ غلط يا سعادة البيه. بس انا يعني طول عمري كلبك لميه. كلب دي صح، لكن لما شفت اللحمة انسعرت عضتني غصب عني يا سعادة البيه. يعني أول مرة أشوفك أنت طول عمرك قلبك كبير. خدوه. اما انت بقى يا قشطة لك يا عندي موال هتغني شياطين جهنم. هتعمل ايه يعني؟ لا هعمله فيكي لا حد عمله قبلي ولا حد هيعمله بعدي قدامي. صدقتي ان انا ممكن اعمل فيك حاجة وحشة. بالعكس انا عملت كده بس عشان الرجالة تفضل شوكتهم مكسورة. يا سلام، تقتل بني ادم عشان الرجالة تفضل شوكتها مكسورة؟ يا حلاوة. صراحة انا قتلته لانه كان هيضيعك من ايدي. قشطة، أنا هعمل معاك اتفاق إنما هيبسطك أوي. وماله يا سعادة البيه؟ نتفق؟ هنتفق. هنتفق يا قشطة. قشطة، أنا هدفع مهرك الليلة. بس أنا يا سعادة البيه مهري غالي أوي. وأنا قد الأول يا قشطة. قولي 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 يا قشطة قولي. اقعدي. طلباتك يا قشطة. أهل العزبة اللي تشردوا. أهل العزبة ما باعوا لي وقبضوا. تي مش كنت معاهم؟ ضحك من القوي يا سعادة البيه. بقولك إيه؟ لو قلت لك إن الفيلا دي كلها مهرك يكفيكي؟ طب استنى بس يا سعادة البيه شوية. استنى بس يا سعادة البيه. إيه إيه؟ طب مش كده بس بالهداوة. هداوة مش لما اخد عليك شويه يا سعاده البيه؟ خدي 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 زي ما انت عايز. تعرفي تعرفي يا قشطه، من اول ما شفتك كان نفسي فيكي صدقيني. بتعمل ايه؟ وريني ده الخامه بتاعتك حلوه بجد، حلوه قوي. حروس شفت يا ابو شامه، انت كمان ما تفرقش كتير عن ضلمه.
بقيت كلب واتسعرت لما شفت لحم. هات يا شاطره الله يعورك. انت بشد اللعبه مع الكبار. احنا بيننا وبين الكبار ربنا. انت اللي جاي تلعب في ارض مش ارض. ده اصلك ما تعرفيش يا ابو شامه. لما يحب ياخد ياخد. مش هتقدر يا ابو شامه لان خلاص روحك بقت في ايدي. لاخر مره بحذرك يا بنت. هاتي. انت مش قد اللعبه. لا قدها. يا بتاع الخشخاش. ليه يا بنت؟ ثلاث فدادين يا مفتري. دي فيها اعدام. والكلب قال لك؟ هو انا قلت المصعد. باللاسلكي؟ لا بالتليفون يا كبير. انتي مش مجنونة. نتفق. نتفق احسن. حقنا يا ابو شامة قدام عمرك. انا مستعد انفذ كل طلباتك. تعبان. تعبان. قلبي. قلبي. هتروحي فين؟ هنا مفيش خروج. ابو شامة بيه. طب خلينا نتفق احسن. نتفق على ايه؟ خلاص محدش ينفع. عرفت ظروفكم كويس قوي. ممكن اقول لك ابو شامه مخبي قشطه فين. وثابته ليه يا بنت ابو شامه؟ اسمع يا مسعد، ابو شامه ده مش ابويا. ايوه ده جوز امي. راجل ظالم ومفتري. امال ايه اللي مخليني مستحمله العيشه معاكم؟ اهون بكتير من العيشه معاه. بس اللي صعبان عليا امي. سيبينا من كل ده. قشطه فين؟ بص للرجاله وقول لهم داخلين على المعمعه. جهاز رجاله.
Thank you.
ما تخافيش يا اسطى. انت كنت في حاله دفاع شرعي. اطمني، كل العود اللي مع ابو شامه مزوره، واهل الازمه هيرجعوا تاني، وفي النهايه العدل هياخد مجراه.